أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري انتهاء اليوم السابع من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية دون تقدم أي مرشح جديد بأوراق ترشحه رسمياً. وأشار المستشار أحمد بن داري إلى أنه تم تقدم 3 مرشحين فقط بأوراق ترشحهم رسمياً منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر. لجنة تلقي أوراق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولم يتقدم أحد، وبنختم أعمال اليوم السابع، وما زالت اللجنة مستمرة عملها حتى يوم 14/10 إن شاء الله في تمام الساعة 2 مساء، آخر يوم لموعد تلقي أوراق الترشح. أما اليوم النهاردة لم يتقدم أحد، وما زالت 3 طلبات فقط تم تقديمهم للجنة تلقي أوراق الترشح.